هذه التظاهرات محمد بطبيعتها هي تأتي دعما وتأييدا للمرحلة الرابعة التي أعلنت عنها القوات المسلحة اليمنية، وسبق أن أعلنها السيد عبد الملك الحوثي قائد أنصار الله بخطاب واضح ومباشر، وأكد عليه بالأمس وقال بأنه لا خطوط حمر وأن المرحلة الرابعة لن تقتصر على البحر الأبيض المتوسط بل ستمتد إلى كل نقطة تصل إليها نيران القوات المسلحة اليمنية. وبالتالي جاءت هذه التظاهرات اليوم لتؤكد على الموقف الشعبي المساند والداعم والمؤيد يعني لهذه المرحلة الرابعة ولما سيعقبها أيضا من مراحل عسكرية مقبلة. يعني خلال الفترة الماضية وبالأمس كان هناك إحصائيات أعلنها السيد عبد الملك الحوثي للعمليات العسكرية اليمنية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر وفي باب المندب وأيضا في المحيط الهندي ووصولا إلى البحر الأبيض المتوسط، وقال بأن العمليات في البحر الأبيض المتوسط دشنت بعمليتين عسكريتين ناجحتين أصابت أهدافها بدقة كما قال السيد الحوثي في خطابه بالأمس. وبالتالي هذا الإسناد اليمني لن يتوقف سواء عسكريا أو شعبيا من خلال هذه التظاهرات التي ستتواصل أسبوعيا وبشكل يعني أسبوعي حتى النصر وحتى انتصار الشعب الفلسطيني في دفاعه العادل وفي أيضا يعني الدفاع عن حقه في البقاء على أرضه كما يقول اليمنيون. جميع اليمنيون متفقون على الوقوف خلف القوات المسلحة اليمنية في جميع عملياتها. سمعنا قبل دقائق من الآن كان الجميع هنا يهتفون للقوات المسلحة اليمنية، يهتفون بعدم مبالاتهم بحرب كبرى عالمية كما يقولون، يهتفون أيضا بإسناد غزة وبمزيد من العمليات العسكرية هنا.